الصادرات القطرية من النفط والمكثفات، سواء كانت حاليا أو ربما أسواق جديدة ستستقبلها أو ستستقبل المكثفات خلال الفترة المقبلة؟ يعني كما ذكر التقرير، يعني خمسة منصات يعني هي صدرت النفط الخام والمكثفات القطرية مقارنة بشهر مايو الماضي والشهرين اللي قبل مايو. يعني كانت أربعة منصات، الريان كانت خارج التصدير خلال الشهرين الماضيين. يعني راح لاحظنا نمو في صادرات المنصات القطرية الأربعة، يعني نتحدث عن الشاهين ونتحدث عن مسعيد وراس لفان والريان. يعني تصدر قطر النفط الخام والمكثفات لأكثر من سواني دول، من ضمنها الصين واليابان وسنغافورة وتايلاند وغيرها. لاحظنا وصول الصادرات لمستويات 980 ألف برميل في اليوم، وهو ما يمكن أن نسميه هو عودة للصادرات النفط الخام والمكثفات القطرية لمستوياتها. أي نعم، هي يعني كما ذكر التقرير تجاوزت حاجز المليون برميل في أكتوبر من العام الماضي، ونتوقع نمو خلال الشهرين المقبلين بسبب زيادة الطلب وعودة الاقتصادات والتعافي التدريجي. أيضا يعني كما ذكر الزميل ناصر، الشراكات الاقتصادية لدولة قطر مهمة، ولاحظنا يعني العديد من الاتفاقيات التي وقعتها قطر خلال الفترة الماضية. صحيح. نتوقع بسبب علاقات قطر الاقتصادية وشراكاتها مع دول آسيا، وهي المستورد الرئيسي للنفط الخام والمكثفات، كلها تكون عامل رئيسي في زيادة